عندما سافرت لمعرفة سبب عدم ردهم على طلب ريغان، وقالوا لي إن غورباتشوف لن يسافر لأنه سوف يقتل. وفي النهاية كنت فخورة جداً بالأمريكيين، لأنني عدت إلى أمريكا وقلت للرئيس في تلك الليلة إنه لن يأتي. وجلس ريغان مع تشولز وقاما بعمل رائع في حماية غورباتشوف، ومترجم غورباتشوف كتب قائلاً إنه لم يشهد أبداً مثل تلك الحماية، حيث تمشى غورباتشوف في شوارع واشنطن وحده، ولك أن تتخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة للأمريكيين. وهذه هي النتيجة الرائعة لعملهما المشترك، لأنه زار أمريكا على الرغم من معارضة البعض في الاتحاد السوفيتي، كل هذا بسبب احترام أحدهما للآخر، وهكذا يجب أن تكون الأمور. يثقان ببعضهما جداً، غير أنه كان هناك اختلاف في الرأي، حيث إن الروس لم يرغبوا باختبار هذه الأسلحة في الأماكن المفتوحة، وأرادوا إجراء اختبارات عليها في مختبرات، بخلاف الجيش الأمريكي الذي أراد أن يجري الاختبارات في أماكن مفتوحة. فالخلاف الذي دار بين الطرفين كان حول هذه المسألة، وهذا محزن جداً، وريغان وغورباتشوف شعرا بالحزن الشديد.